امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية زوران ميلانوفيتش رئيس كرواتيا، وتم عقد جلسة مباحثات اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا. كمان امبارح تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه سيادة الرئيس على أن زيارة الرئيس الكرواتي لمصر ستساهم في الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعصف السلامين الوطنيين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتي تجسدت في العديد من المواقف، من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع التأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتلك العلاقات والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، خاصة في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كمان امبارح أعرب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعزيه لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا الزلزال المدمر. أكد سيادة الرئيس تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة أثار هذا الزلزال. أيضا السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رحبت بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا سانيا ميلانوفيتش في بلدها الثاني مصر، وأكدت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اللقاء كان حافل بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية اللي بتتبناها الدولة المصرية في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، وده إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه، واللي منها متابعه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للموقف التنفيذي لمشروع مجمع انتاج الصودا اش، وكمان اصدر تكليفات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتنفيذ مشروع بحثي حول السيناريوهات اللازمه لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024. تفاصيل تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. في أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها التكليفات اللي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتنفيذ مشروع بحثي متكامل بهدف صياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024. وأكد مدبولي أن الهدف من المشروع البحثي هو الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالزراعات التعاقدية وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الزيتية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.
كمان امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة باعتباره مصدر واعد للطاقة في المستقبل القريب. وبيأتي في إطار سعي الدولة المصرية لامتلاك القدرات في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية. امبارح برضو تابع الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج الصودا آش ومشتقتها، وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحيوي اللي بيأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة البدء في إنتاج مادة الصودا آش نظراً لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، كما يعد المشروع أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، سعياً لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات مصر المختلفة، منها انطلاق 26 معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة أو مخفضة في مطروح، وتسليم المجموعة الأولى من المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الأمل في بورسعيد، وتدشين فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة في المنوفية، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها فتح 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بتصل ل 20%، وكمان تيسير قوافل غذائية متنقلة للقرى. في أسوان تم تسجيل 1,160,000 مواطن في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، وده بالتوازي مع دخول 4 مستشفيات للتشغيل التجريبي. في بورسعيد تم البدء في تسليم الوحدات السكنية للمجموعة الأولى من المتقدمين لمشروع الأمل بحي الضواحي بعدد 30 شخص، وهيتم تسليم باقي المستحقين تباعاً بعد انتهاء إجراءات التعاقد والإجراءات البنكية. في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، واللي قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1300 مواطن وتحويل 86 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. في بني سويف بتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، ولحد دلوقتي قامت الحملة بتحصين 111,000 من الثروة الحيوانية بالمحافظة. في المنوفية تم إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية مراكب النجاة بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء المحافظة. في جامعة سوهاج هتنطلق النهاردة دورة الألعاب التخصصية لطلاب كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية في نسختها الثانية، واللي تستمر لحد يوم 10 فبراير الجاري. في البحر الأحمر تم افتتاح معرض صنع في البحر الأحمر، واللي بيضم العديد من المنتجات الغذائية والورقية والزيوت الطبيعية وأعمال الديكور والزينة والأساس الخشبي، وده في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى 53 لمعركة شدوان المجيدة. في المنيا وصلت الوحدة المحلية لمركز ملاوي أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي جنوب المدينة، وده ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور والحد من وقوع الحوادث.